هذا الجبل صعد عليه أفضل رجل في الأرض، رقى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعثمان ومن وعلي، وصعدوا الجبل والجبل اهتز، ما هو بزلزال، اهتز احتراما وتوقير عليه من، فأنزل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ونزل ومسك الجبل قال له اهدأ أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدين، وهدأ الجبل، هدأ الجبل. أسألكم بالله، حدنا سيرة النبي نسمعها ونقراها يا جماعة، اهتز جبل، جبل أحد، جبل أحد 25 كيلو طوله، اهتز لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. اثبت أحد، ونشهد الله على محبة جبل أحد، لكن لم نتعبد الله لا بزيارته ولا بغير ذلك، لكن نحبه لسبب، ليش؟ لأنه يحبنا ونحبه، الرسول إنه جبل يحبنا ونحبه.